مست أجفانها بأحلام من ساحرة وهدهدت نفوسها بأنغام آسرة ثم مضى منها من مضى من عالم الأجسام الزائل، لكن صداها خالد على الأيام والأحداث التي تمضي ثم تنسى. ومثلما تنبت هذه الأرض المعطاة الأزاهير من بين الأشواك، فإن ذات الأرض الحبيبة الطيبة قد أنجبت أفذاذا متفردين رجالا ونساء صنعوا وصاغوا تاريخنا السياسية والفكرية والأدبية والفني، فخلدت أسماءهم وصاروا أسماء في حياتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برنامج أسماء في حياتنا ما زال يتابع توثيقه لمراحل مهمة من تاريخ التلفزيون القومي السوداني. تم استحداث واستجلاب كاميرات جديدة بنظام البيتيكام لوحدات التصوير الإخباري والبرامج، إضافة لاستجلاب وحدات مونتاج وتسجيل بمواصفات عالمية، مع توفير مولد الحروف بديلا للكتابة بخط اليد إلى جانب جهاز الملقن الذي يمكن المذيع من القراءة من على الشاشة إلكترونيا. كما أنشئ استوديو الأخبار الجديد بمقاييس ومواصفات عالمية، حيث أدخلت عليه التجديدات المختلفة. وقد لمس التغيير الاستوديوهات والغرف الفنية، كما تم تأهيل وحدات الصوت والتبريد، وشمل أمر التحديث عربات النقل وأجهزة الاتصال الداخلي، كما زيدت وحدات التسجيل والمونتاج والبث. وقد انشئت القناة الفضائية التي تبث برامج أجنبية للمشتركين فيها، كما تم تكوين المجالس الاستشارية للإدارات من ذوي الخبرة والكفاءة لتساعد في إثراء مسيرة العمل التلفزيوني. وأضيفت كاميرات جديدة للاستوديوهات. دليل لك بقى لحسن عبد الرحمن في بيته، ومعانا ابنه راني حسن أحمد عبد الرحمن. دارين يا راني بقى انت الكبير؟ لا، انت عمي اكبر مني. اكبر منك. نحيي اخوانك واخواتك ودكتور ندى افتكر في المملكة العربية السعودية، ونادر في الامارات، ونادر في الامارات، محمد حسن في الامارات، واميرة في الامارات، وسامي ما شاء الله ما شاء السعودية ما شاء الله. طيب، ونحيي اخوتنا امال والدتكم اللي بذلت الكثير حقيقة. دايرة انا بقى تتكلم لي عن حسن الوالد، كيف كانت المعاملة؟ كانت فيها يعني معاملة متابعة دقيقة، كانت صداقة، كان يعني معاكم يوميا، بيجلس معاكم، يتناول الطعام معاكم في أوقات معينة. طريقة المعاملة بصفة عامة بالنسبة لكم انتو، كلمنا عن الوالد حسن أحمد عبد الرحمن رحمة الله عليه. الله يرحمه. الوالد طبعا كان تلفزيون ماخذ كل حياته، يعني مقدم يعني وقت طول اليوم بيكون هو طبعا قاعد هنا في التلفزيون. اكيد الوقت اللي بلاقيه ابوي كان طبعا يعني حنين، بحب اولاده شديد كده. نعم.
اولاده كلهم بالنسبه لهم معامله كويسه كده يعني، ما حصل يوم عمل ذو الكعب يعني، كان برضو بيهتم وبشوف اللي حاصل شنو، بيعرف اخبارنا تونس يعني. ما كان ابوه متعصب شديد وصعب، لا كان مرن جدا جدا قوي يعني، مرن جدا جدا معانا حتى ومع زوجاته كلهم يعني، كان حسن المعامله يعني. طيب يعني كان بيقول لكم والله تدرسوا دراسه معينه كان يوجهكم؟ ما عندنا زول لسه مشي في المجال بتاع الاعلام ده اطلاقا نهائي. الهندسه بتاعته دي خليتوها اليوم؟ لا في مهندسين يعني، عندنا نادي المهندس وسامي اخو المهندس اتاكتور، لكن ما 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 في زول مش دكاتره، لكن ما دخلوا اشتغلوا في الاتيزيا يعني. لا ما بحب الواسطه طبعا. اي طبعا ما كان اصوى. اي صحيح صحيح ما بحب الواسطه نهائي. صحيح صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أمال عبد الغفار محمد الشابي، أرملة المرحوم حسن أحمد عبد الرحمن، المدير الأسبق للتلفزيون، والمدير الأسبق للتلفزيون، وهو من أوائل المهندسين الذين تلقوا تدريبهم في ألمانيا. وبالنسبة لتعامله معنا في الجيل كان تعامل رافي، كان عادل بين أولاده وزوجاته، معطوف على أولاده الفنيين والمهندسين والعاملين بالتلفزيون، تجده تلقاه قاعد مع العمال يأكل في الواطة وداخل عربية التلفزة وفي خارج الحوش، أب وأخ للجميع. فحسن كان بيعامل أولاده معاملة كويسة، بيعاملهم كأب وصديق وأخ، كان بيعاملهم معاملة جميلة، وكان بيعامل السواقين بالذات والفنيين كأنهم أولاده، ما عنده فرق بين ده وده وده، وما بتشعر به في يوم من الأيام هو كان مدير ولا كان مهندس ولا يعني. تلقاه تحت عربية التلفزة، تلقاه في التور فوق، تلقاه في البرج، تلقاه في أي حتة، من أوائل المهندسين اللي مسكوا إدارة التلفزيون، وكان في عهد التلفزيون عهد زاهر، وهو من أدخل التلفزيون الملون في السودان، وعمل أطول برج في إفريقيا، وبرضو أول من نقل كورة على الهواء في العالم العربي. علاقاته الخارجية كانت ضعيفة لأنه كل وقت وجوده في التلفزيون، بيدخل التلفزيون الساعة 9 بيمرق، بيدخل الساعة 7 بيمرق منه 10 بعد دخول الأخبار، بعد الأخبار بعدك تلقاه مع الطوائيات برا وفي المطار وفي النهاية، بيدخل البيت قريب الصباح. وبرضه كان سعيد بأنه أنجز، وفي عهده قامت المحطات الأرضية والتلفزيونات الولائية، وبرضه عملوا القناة الفضائية وقناة النيل الأزرق، وتحديث الاستديوهات. طيب يعني انا حقيقه دهيت اسال يعني، انت قلت اليوم كله كان في التلفزيون، كنت بتعملوا كيف؟ ما بتحتجوا تقول لي يا اخي انت ما بتجينا؟ يا امال ما بتقول لي يا اخي ما معقول الوقت كله في التلفزيون؟ من المدرسه بنجي، من المدرسه بنجي خد شنطنا بنجي الحوش يعني، كنا بنجي نتغدى مع امي كانت شغاله هنا برضه في الاذاعه، نتغدى هنا وكنا بنتغدى يعني طول اليوم يكون قابلينه هنا، طالع نمشي المدرسة نجي راجع بنقضي باقي اليوم مع ابوي يعني اصحابه وناس التلفزيون كله. طيب يعني انا حقيقه يعني انا بندهش دائما يا باشمهندس، دائما يعني ابناء المتخصصين حتى في مجال الاعلام او غيره يعني ما كلهم بيطلعوا بنفس التخصصات. فحسن يعني دلوقتي ما في واحد يشتغل في التلفزيون، مشكله ما في واحد فيكم يشتغل في التلفزيون، رغم انه في يتخصصوا في الالكترونات لكن ما عملوا صحيح داخل التلفزيون. كانت له علاقات طبعا مميزه جدا حسن مع كثير من مع زي اخونا طارق اميري، طارق اميري وثاني من
طاري ضميري ده أكثر صديق جديد. نحن حقيقة إن شاء الله يكون عندنا نحيي أخونا طاري ضميري وبرضه زملائه كانوا في الأحفاد. على فكرة هو درس مع صلاح أخوي الله يرحمه اللي عمل الجامع بتاع الإذاعة علي صلاح العزلي يعني رحمة الله عليه وبرضه كانوا في الأحفاد سوا. وفارس حسني وفارس حسني نعم 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 ومعتز البرير نحيي أخونا معتز إن شاء الله أيضا لنا يعني لقاءات معه. أنا ولا ابنة حسن رحمة عبد الرحمن. بابا كان مدير أكبر إذاعة والتلفزيون. أنا بعرف عن بابا إن بابا كان مدير متواضع بسيط لطيف مع عاملين وكل الناس بتحبه. كله بأسكر تلفزيون سوداني يعني تلفزيون سوداني يعني بابا. بابا كان يعني كده أبو حنين ولطيف معانا وأبو ما بتكرر في كل حاجة في أي شيء. بابا بتكلم بابا كان راجل مثقف تكلم 4 لغات بسيط شديد بيتعامل ببساطة بطيبة. أبوي بيشبه أم درمان كده لأنه هو من درمان في مدينة عشيقة وهو بيشبهها شديد في الطيبة في البساطة في كل حاجة. خلينا نرجع تاني للباشمهندس محمد علي أحمد. يكلمنا بقى يعني نرجع ونجي نتكلم عن إضاءات قريبة للتلفزيون والأجهزة اللي كانت موجودة في ستينات القرن الماضي سواء كان كاميرات أجهزة صوت أجهزة. كلمنا عن الأجهزة دي وكيف كانت الصيانة بتتم وكيف كانت المسائل ماشية من ناحية فنية وهندسية. أنا قبل ما أكلمك عن الأجهزة أقوى أكلمك عن التلفزيون ذاته تم كيف. يعني إحنا لما نجينا زي ما قلت لك الخواجات الاثنين أدوهم مكتب في فندق السطح كان اسمه صحيح اسمه كان فندق السطح هو الفندق بتاع المسرح الغوري. اي صحيح. فأدوهم مكتب هناك وحولونا نحن طوالي ليهم للخواجات الاثنين ديل انا ومحمود سعيد بدري. محمود سعيد بدري تولاه المهندس شتريزمان. محمود سعيد بدري تخصصه كان ترانسميتر وانا تولاني المهندس مستر هاينز. يعني بعد فتره وجيزه جدا وهذا الفندق كان فيه التيم الأهلي السوداني أنا أتذكره جدا. كانوا عسكريين وبيلعبوا كورتهم وبيجي حاجزينهم هنا زي المعسكر الخارجي والحاجة. فكان فيه يعني أتذكر جدا ناس ماجد وقرعم وجكسة وإبراهيم كبير وجبدول وكمية من الناس. فأسماء تمت الفكرة على اساس انه هذا الفندق يجب ان يتحول للتلفزيون. وكانوا استضافوا فيه فرقه اضواء المدينه هنا نزلت الفرقه الحبشيه كلها كانت طبعا زمان كان السودان ما شاء الله بتجي فرق كثيره فنيه واجنبيه في المجالات. وليوي ارمسترونج جا برضه صحيح ده حاضرينه نحن انتوا حاضرينه. مريم مكيبه جات ومريم مكيبه ام كلثوم جات ام كلثوم لما سافرنا انتوا مشيتوا نعم قبل يوم بالضبط. يا باجي يا باصلو وافلو باجي يا باصلو وافلو. شخصيات وقمم حوارات جديدة وجريا لم نقله أوشك الصمت حولنا حولنا ودخل التلفزيون أولى مراحل تطوره في العام 68-900 حيث أدخلت أجهزة التسجيل الفيديو تيب لأول مرة. المهم إنه ما كان بيجي السودان. المهم إنه هذا الفندق تغيرت الرسمة بتاعته بحيث إنه الناس تكسر وتعملوا تلفزيون. فكان هو عبارة عن قسمين، قسم شمالي وفي كوريدور وبعدها كان في قسم جنوبي. القسم الشمالي أنا تهيلي إنه كان فيه كمية من الغرف. كان فندق محترم يعني أكثر من القسم الجنوبي. القسم الجنوبي كان عبارة عن غرفتين فقط. غرفتين بس. غرفتين في الصعيد الشرقي وغرفتين في الصعيد الغربي. فالقسم الجنوبي منه كان عبارة عن الإدارة.
في النهايه بقى بس اداره، لكن القسم الشمالي انه هو اللي تكسر، وبقت اول ما تدخل من المدخل الرئيسي حيقابلك الكوريدور يمين احتليته كله. وابتدينا نرحل في التيم الاهلي، انا اتذكره جدا لحد ما حصروهم بالضبط في القسم الجنوبي. ايوه في القسم الجنوبي. وابتدينا نهد الغرف بجوه، والزمن ذاك يعني حتى الامكانيات في السودان ما كانت امكانيات كبيره، لكن في الحاجات الجميله كانت موجوده. يعني الاسترابور كان عباره عن اخشاب او ورق مضغوط في بوردز، عباره عن اربعه فنيل في فنيل اربعه قدم في سته قدم. فدي كنا نحن بنجيبه، وحسب الدراسات اللي عملناها وتعلمناها من الالمان انه عشان تعمل اكوستيك تريتمنت انت يعني عازل للصوت، عازل للصوت، المفروض بالنسبه يكون عندك تلت الاريا خرام. دي حاجه بس تدخل لك الصوت وتنفصه وتخلوه فما كان في يعني بوردات بهذا الشكل، كان ما لا وجود لها على الاطلاق. فكنا بنعمل العمليه دي بيدنا، بنجيب البورد وحسبنا الاريا وطلعنا التلت بالضبط بتاع الورد وبنشخته كمربعات عشان نعمل السنتبس بتاعت البذاعات دي. وكانوا شغالين فيهم كميه ضخمه جدا من العمال، ولا كانوا شغالين معانا الله يطرحهم مع اذا حيين الله يطرحهم بالخير. انا اتذكر كان في عم شفيق هو كان المهندس بتاع الاشغال، وكان في نصر عبدون هو كان الفورمان. الفورمان اللي بيقعد دي وزاره الاشغال. نصر عبدون ده كان الفورمان الموجود بالمناسبه، والباقيين كانوا معظمهم عمال من وزاره الاشغال، نجارين حدادين وبنايين وكذا يهدوا. ده 63 ده بالظبط 63 ايوه، لانه بدا رسميا 17 نوفمبر 1963. نعم. اما البث التجريبي من استوديو الاذاعه كان في 26/12 في 62. بالضبط لما تغيرت الاستديوهات كان على يدك الجهه الشرقيه من الجزء الشمالي، كان في كنترول ان شاء الله نزور معاك المناطق دي كلها. كان في كنترول روم واستديو بي، ده كان الاستديو الكبير وكان فاضي، حتى الكنترول روم كان فاضي والاستديو كان استوديو يعني زي ما هو. لحد ما انا سافرت 75 كان بنفس الشكل بتاعه. وراه طوالي كانت في المينتنس روم، غرفة الصيانة. تذكر في الجزء الغربي منه كان في الكنترول روم بتاعت استوديو A، وكان بعده طوالي استوديو B، وكانت المسافة الباقية عبارة عن الترانسميتر. كان في سلم يطلع بعد السلم بيبدا الترانسميتر لحد ما يوازي جاء أحمد جمعة ظهرت على الناس أول مذيعة بثوبها وكامل حضورها، وكم منهن يلحقن بالرب بعد ذلك ويتفوقن. أما أول فنان يغرد عبر شاشة التلفزيون فالراوي يقول إنه إبراهيم عوض. ظهرت بالأغاني الخفيفة الجديدة. كان لي أمل أجد شراء وأجد معاه المحبوب صراحة.
تلك كانت مظاهر البداية. على الهواء مباشرة بدأ الإرسال، والصورة أبيض وأسود، إنها ذاكرة الأرشيف تذكرنا اليوم بألق البداية، فالصورة لا تنسى. سريعا ما اشتد الساعد، تحت الأضواء بيت الجاك، جنة الأطفال، كانت البداية بهذه المقاييس. بعدين أخذته منه البحرية الأمريكية، أصبح نشيد عالمي. الأخبار بتوزع من السطح. زمان كان بتوزع من السطح، كنا مستغلين السطح لنشرة الأخبار. تذكر الأستاذ صالحين عنده، يعني كان عنده صورة هسه عريضة برضه، وكان معاه مأمون عبد الماجد، بديه خبر عاجل راجل في أيام الأخبار العاجلة قبل القنوات العاملة. هسه عنده والله خبر عاجل، زمان نحن بنعمله. فكان بيديه مأمون راقد في الوطن، بيديه الكاميرا مستوى الكاميرا طالعة في الواتساب، وبيديه الناوي صالحين، دي صورة موجودة. أنا أتذكر بالمناسبة للسطح ذي الصلحي، الأستاذ الصلحي كيف يا أخي؟ طلب الخير. نعم، إنه كان بيعمل السهرات بتاعت السهرات فوق بيت الجاك. بيت الجاك أيوه، كان بيعملها فوق في السطح فوق. بحي الأستاذ إبراهيم الصلحي. طيب البرامج كمل لو داير تكمل. فتمت الاستديوهات بهذا الشكل. الكنترول روم بتاعت استوديو A كانت عبارة عن كونسول بتاع ساوند وكاميرتين، كاميرا واحدة والله يصير. هناي كاميرا واحدة، كاميرا واحدة في كاميرا واحدة بتاعت الأخوذة. استوديو B كان عبارة عن عربية نقل خارجي مخطوطة ببرة في حديقة المسرح، كان نحن مسمينها العربية مخطوطة بغادك اللي هي غرب البنبنة بتاع الفندق، وكان بتتمدد الكوابل بتاعتها عشان تيجي تخش في استوديو بي، والكنترول بتاعها كان بغادك في العربية وبشغلوا بقى استوديو بي، سواء كان حفلات حفلات من المسرح القومي حاجة بالشكل دي، لحد ما تم نقلها. لما جه تم نقلها بواسطة ناس إسماعيل، هم شاركوا مشاركة جادة بالناس في نقل الكاميرات دي، دخلوها للاستوديو، والكاميرات حولوها للكنترول روم اللي أساسا طوالي فاتح على الاستوديو. فبقت الكاميرات كلها داخلية، والعربية أنا ما أعرف عملوا بها شنو، بقت بصفة العربية هاي. فكانت العربية تصلح بس غير من الرأس. منور كانوا يعني بنخليك تكمل، لكن داير همينا عارف منو كانوا من البرامجيين الموجودين في الفترة ديك، يعني منو كانوا من المذيعين والفنيين والمخرجين المخرجين ما بعرف مخرجين يا أخي. صفية اللمين فاروق سليمان، دجان مدخل، صفية اللمين محمد حسين، والمرحوم هنا يا احمد عاطف في الاذاعه برضه يوم داخلين يا متاخر في مناسبه احمد عاطف، انا عملت معاه اسماء في حياتي ما شاء الله. والله طيب شنو يا عبد الله اسماعيل؟ والله ما شاء الله، كان يقول لي واحد عملنا معاه انت الكيل هنا مع الصديف. واحدا من الاعلاميين الذين تمكنوا وبرزوا في مجالهم بصورة لفتت الأنظار في ذلك الوقت، وأثرت في تاريخ الفن الإعلامي في السودان، وتركت بصماتها الواضحة عليه. هو واحد أيها الإخوة من هؤلاء الذين لمعت أسماؤهم في فترة الخمسينات والستينات والسبعينات، حيث صافح اسمه أسماع كل الذين عاصروا ذلك العصر الذهبي في مجال فن الإخراج والفن عموما. هو الأستاذ
المخرج أو شيخ المخرجين أحمد عاطف، أو كما يحلو لأهل الإذاعة والتلفزيون والمسرح أن يطلقوا عليه اسم العميد. المسرح والإذاعة دخل التلفزيون عام 1962، ويذكر المشاهدين في ذلك الوقت، كنا نتمنى أن تكون كانت في مكانات للتسجيل في ذلك الوقت، قدمت في عام 62 التمثيلية المعروفة المشهورة في ذلك الوقت، وأصبحت هي طبعا جزء من تاريخ الدراما اللي قدمت من خلال التلفزيون. الشك القاتل، لا الشك، الشك الشك, الشك. هي بطولة من النجوم وأنا من نجوم لعبة الباسكتبول المعروفة يعني. فعملناها هنا في السطوح ثالث يوم من افتتاح التلفزيون، ثالث يوم، ثالث يوم، واليوم قدم في وجاء أخونا أحمد جباني. اتبرحت أنت براك ولا؟ احنا دخلنا الحقيقة في تحدي مع السيد شمو يعني. قال مستحيل تتعامل حاجة زي دي، فأنا قلت له تتعامل؟ قال لي والله ما حقول لك لا، لكن تفضل. المية تكذب القطاس. نعم. فاحنا الحقيقة عملنا التمثيلية نص ساعة، وبعدين الديكور، وكان بيفتكر انه الديكور مستحيل. عملناه انا وعمر نقض الله اللي عمل الديكور ده نفسه، الراجل رئيس قسم الديكور حسنا. عملنا الديكور تحت اللي هي غرفة بشبابيك وكل حاجة في حتتين، وطلعناه ثاني الدور بالحبال حسنا لو موجود هنا عمره يكمله. طلعناه وفوق جبنا ناس يمسكوا الديكور عشان الهواء كان شديد. أربع أشخاص اثنين مسكوا الحتة دي، كان اثنين مسكوا الحتة دي، واشتغلنا في الديكور ده لحد ما انتهينا. يتلم الديكور ونزل بنفس الطريقة. فكان دي أول. أخذت كم الزمن؟ نص ساعة. نص ساعة. بعدين عملت اللقمة المسمومة. منو اللي مثل معاك في مريم النجوم وأنا بس؟ هم كانوا اثنين. بس اثنين؟ ذكر. بعد كده قدمنا برنامج الأطفال. جاء شاهد رئيس أبو ظبي، سيد رئيس أبو ظبي جاء شاهد البرنامج، جاء في زيارة، فكنت بقدم كل أسبوع مرة برضو من نفس أول أسبوع ابتديت لحد سنة 64. قدمت من سنة 62 لحد 64. بتخرجوا ولا بتقدموا؟ بقدموا كتابة أنا وحسن عبد المجيد، كنا بنشترك فيهم يعني. أنا بنيه وهو يكتب، إلى أن عد الشغلانة معنا أطفال. انت اللي عملت يعني ابتدعت شخصيه الجيد شعبان. الجيد شعبان يعني انت اللي عملت؟ لا انا جبته من البيت. الجيد شعبان كان من الاول السرقادور، لكن ثاني غيرته جبته السباق. ده سنه 63 سنه 62 نفسها سنه 62 سميته انت الجيد شعبان. الجيد شعبان استمر الى اليوم. الى اليوم. ويتغير من السرقادور للاستاذ السباق محمود السباق. نعم عملنا حاجات كثيرة حلوة. طيب كريم البرامجي كانوا منو؟ في من الناس البرامج. استاذ علي شمو كان؟ علي شمو كان مدير التلفزيون. كان مدير التلفزيون. نحيي مراقب العام شمو. نعم كان مراقب عام التلفزيون. ايوه. ففي كان الله يرحمه صالحين كان موجود من الناس الاكتف كان. طبعا كان مذيع. نعم. في الاذاعه نعم. محمد طاهر الله يطول كويس موجود حي كان مذيع البرامج يعني وسلم عليه وانا من هنا يعني نحييه الاستاذ محمد طاهر. وكان في حمدي طاهر حمدي بدر الدين وحمدي بولاد وحمدي بولاد متوكل. وكان متوكل كمال وكان اخونا عوض ابو بكر عوض الله يرحمه متوكل كمال طبعا. وحمدي بولاد لما كان يعمل تحت الاضواء الشوارع بتفضى صح. ومتوكل كمان لما نعمل امسيات وبرامجه برضه قدام التلفزيون. ابو بكر عوض الله يرحمه، سيف الدسوقي ربنا يرفعه يعني كان سيف الله يشفيه. بعدين كان مدير البرامج مصطفى عبد الرحمن. مصطفى عبد الرحمن كان مصطفى عبد الرحمن هو مدير ورجاء كان البرامج وزوجته كانت. وبعدين كان بتذكر اخونا ياسين خليل كان في كان مدير التنفيذ. كان مدير التنفيذ. اخونا في من الناس اللي حقهم يتذكرهم المصوراتيه
المصورين اللي هم موهوب عوض عيد قبل عوض لا 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 متأخرين. احنا لما جينا بالضبط عبد المنعم بريمة ابو عكر وابو عكر وبعدين الثاني اسمه من 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 اولاد وفي عوض النور ده هاي بقى سفير بتذكر انا كان معانا هنا مصور بقى سفير ايوه ابن مكة عوض النور ايوه بالضبط لا 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 اسمه النور هو ذاته النور بالضبط هو من اولاد الانصار هاي لانه كان يتذكر المصورات هنا وبعد ذاك ودوه بحسا فرنسا خد فيها 3 ولا 4 سنين وجا طوارئ خارجيه بالمناسبه لكن حد قبل 13 سنين الاسم عمر محمد طيب احب ان اقدم نفسي للساده المشاهدين لمشاهده برنامج اسماء في حياتنا وفي البدايه احب اشكر التلفزيون القومي لما يقدمه للمشاهدين والتلفزيون يحط ربنا من خلال التلفزيون ده وجينا شباب صغار في تلفزيون السودان وعملنا في التلفزيون في كل الاقسام والاذاعه وجينا شباب والحمد لله تربينا من خلال التلفزيون وتعرفنا بكل الجيل الاول الاعلاميين الاوائل الاعلاميين فانا بالنسبه لي عملت في الاذاعه السودانيه من تقريبا من فتره الستينات والاذاعه السودانيه يعني اتفقنا في العمل وتدربنا في العمل وكان جاء كادر كده امريكي واخذ مجموعه من الفنيين عملوا لنا امتحانات تجريبيه كده واختارونا احنا تقريبا زي 4 أو 5 أنفار زي 5 أنفار تقريبا من الاذاعه اللي مش بيحصل امريكا وكان معي الاخ دمنو كليبو من جنوب السودان احيوه من السودان وبعض الاخوه الاخرين كانوا جايين فمشينا لرسل امريكا اشتغلنا في درسنا من امريكا ورجعنا ثاني في السودان اشتغلنا في التلفزيون السوداني في التلفزيون السوداني اشتغلت في كل اقسام الاذاعه السودانيه من بث وتسجيل ومونتاج الى غير كله واشتغلنا مع كل الاعلاميين القدام عملنا برامج مع الاستاذ احمد الزبير مع الاستاذ مثلا حمدي بولاد مع الاستاذ حمدي بدر الدين مع المذيعات الاوائل ليلى المغربي والجيل الاول ده كله اشتغلنا معاهم تعلمنا منهم واستفدنا منهم وسجلنا معاهم برامج كثيره جدا وكان لنا دفعه شديده جدا وناس كتار جدا اشتغلنا في الاذاعه السودانيه وطورنا نفسنا نحن في الاذاعه السودانيه وبعدين في الإذاعة السودانية بعد ما ابتدح التلفزيون القومي السوداني في تقريبا الستينات قاموا اختاروا مننا مجموعة كده نحن من التلفزيون من الإذاعة عشان نشتغل في التلفزيون السوداني فجينا الإذاعة جينا التلفزيون السوداني تقريبا في الستينات اشتغلت أنا في التلفزيون في خلونا في الأول في قسم التلسيما كان التلفزيون كان فيه صوت وتلسيما ما كان في تاني أقسام كده فاشتغلنا في قسم التلسيما كان اتذكر معي عبد الغيوم خضر وكان معي مصطفى احمد مصطفى وكان ابو بكر محمد علي مجموعه من الشباب كانوا كلنا اشتغلنا هناك يعني وكان الشغل بتاعنا كل الشغل كان افلام 16 ملم و35 ملم طبعا ما كان في فيديو ولا كان في اي حاجه في ذلك الزمان ما كان في اي حاجه في ذلك الزمان شفت ازاي؟ فنحن كنا يعني اشتغلنا كان بيجينا كل حاجه بتجينا مسجله بتجي افلام 16 ملم بتجي مسجل اخبار مثلا كل الولايات السودان كل الاخبارات الاجتماعيه اخبار الوزراء كان كلها بتجي عندنا ونبثها احنا من قسم التلسينا فعملنا ارشيف كبير جدا للقوميات السودانيات وبعد فتره كده جابوا في التلفزيون السوداني جابوا اشرطه بتسجل 2 انش اشرطه الشرايط الكبيره دي اللي 2 انش فانتقلنا نحن معانا انا ومعي مجموعه كده برضو اعتقد مجموعه كده من مصطفى وبابيكر مجموعه كده مشينا هناك واشتغلنا معاهم علمونا جانا ستاف كده من اليابان جانا برضو المهندسين كانوا المان كانوا موجودين في التلفزيون في ذاك الزمان اتعلمنا معاهم وتدربنا معاهم واشتغلنا بقينا نسجل في التلفزيون بالاشرطه التوج وبقينا نمنتج المونتاج التلفزيوني في التونس كان عباره عن كاتنج تقطع بالمقص يعني تقطع وتلصق وانت بتستعمل سيجنال كده السيجنال اللي هي 180 بوزيتيف 180 بتستعملها كده تظبطها وتظبط الحياه فكانت يعني شغلنا كثير جدا يعني من الحياه الطريفه اللي مرت علينا احنا كنا سجلنا حاجات كده يعني حاجات تجريبيه وتمثيليه كده سجلنا اغنيه للفنان احمد مصطفى وفي ذلك الزمان كان مدير التلفزيون الاستاذ علي شمو وكان مصطفى وكان
صغيرون والغائم تطول على الجيل الأول كامل. فكان في ليلة من الليالي كده كان أستاذ حمدي بولات كان عنده برنامج تحت الأضواء، وأستاذ علي شنبه قال له خلاص خذ الفقرة دي، الفقرة بتاعت حمد المصطفى دي. فخدت الأغنية بتاعت حمد المصطفى دي طلعت كده، كان أول مرة أول حاجة يطلع الهواء، أول حاجة الست تطلع الهواء. فبعد نهاية الرسالة كان جانا واحد كده أتذكر من برا كده جاء قال أنا داير الفنان أحمد مصطفى. فالجماعة قالوا أحمد مصطفى ما كان ما موجود، عنده تسجيل. قالوا تسجيل شنو؟ ما في تسجيل. قالوا عنده تسجيل. فمشى كان الأستاذ علي شنبه قال والله داير أنا متأكد إنه أحمد مصطفى موجود وأنا داير ولأنه زايد مسافر. فقال والله ده شريط. قال خلاص هو نشر كده. فدخلنا جوا الفيديو ولعنا له الجهاز شغلناه وشريط فانبسط جدا. فقال والله فعلا شكر التلفزيون مسافة طويلة طبعا في الستينات كده. وهذا اللي اشتغلنا وبقينا نسجل برامج وحياة كثيرة جدا جدا ونمنتج كده. بعدين في بداية السبعينات، في بداية السبعينات التلفزيون ذاته، التلفزيون ذاته جونا جماعة خبرة كده ألمان يابانيين وألمان وخبرة جونا في تلك الفترة، في تلك الفترة جونا في الفترة دي، وأخذوا جاء أخذوا فنيين عشان يدربوهم برا. فاختاروا مننا برضو مجموعة كده مشينا طوكيو اليابان. فأنا ومعي مجموعة كده مشينا اليابان هناك وودونا للمؤسسة بتاعتهم اللي اسمها NHK نيبون هيس كيوتا، وطورت هذه المؤسسة لجابان جايكا GITC اللي هي مؤسسة يابانية نفس الاسم بس غيروا خدتوا كلمة يابان في الأول. فتطور هناك عملنا كورس معاهم ودرسونا وسجلنا على التو إنش وعلى الواحد إنش والسي فورمات والبي فورمات، سجلنا على كل أشياء دي ورجعنا السودان. ولما رجعنا السودان كانت كل الأشياء دي موجودة عندنا في السودان هنا، جابوا اليوماتيك والسي فورمات والبي فورمات والتينش كنا بنسجل. فالحمد لله سجلنا ارشيف كثير جدا جدا في السودان القومي، مباريات وندوات ولكل كل الاعلاميين والمثقفين السودانيين جميع انواع الحركات كلهم كانوا كلهم مسجلين في اشرطة 2 انش في التلفزيون السوداني هنا. بعدين في بدايه السبعينات اتذكر دولة الإمارات العربية المتحدة اللي هو رئيسهم الشيخ زايد بن حمار رحمه الله جاء زيارة للسودان هنا، جاء زيارة للسودان وعمل جولة في السودان كده، والرئيس نمير رحمه الله أكرمه وداو زيارة في السودان كده وبتاع هناك. وقال له والله أنا داير قال له داير فنيين وناس يشتغلوا معي في الإمارات. فاختارونا احنا مجموعة كده زي مجموعة أنفار تقريبا من التلفزيون هنا ده يعني. مشينا مجموعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، أتذكر ناس معي كتار جدا جدا بما فيهم يعني نفس المجموعة جينا من الإذاعة جينا التلفزيون لهم فيما فيهم عبد المجيد الله يرحمه دارين مسعود بكري حمد ومعي عبد المجيد الغرشي ومعي عوض عيد وأحمد تاج الدين الحيمر والغائم تطول على نساء زملاء كتار جدا جدا. جينا مشينا تلفزيون ابو ظبي وتطورت الحكايه دي لاخذونا معاهم لسفر برا دوره الامارات المتحده. فوزن سافرت لدوره الامارات العربيه المتحده، سافرت لكل المؤتمرات الاوبك كل مؤتمرات اللي كان سافرت ليها، مشيت كل بريطانيا وجنيف وفيينا والحته دي كلها مشيت مع دكتور مانا سعيد العتيبه الله يطرحه بالخير هسه هو الرائد ده كان في دورة الإمارات العربية المتحدة في المغرب وحيوم من هنا إذا كان بيسمع البرنامج ده، وهم مهتمين جدا بالسودان والإعلام السوداني. فاشتغلنا معه فترة طويلة جدا جدا. كثير من المواقف الصعبة والطريفة اللي بتتذكرها في تلك الفترة، حكيت لي موقف عن الأستاذ علي شمو نشرة الأخبار، حكيت لي موقف إنه علي شمو افتكر جاء لقى حمدي بدر الدين ما لقى الاخبار مفروض نشرة تكون عليه، وحكيت لي انت ولا حكى لي واحد ثاني جاء لقى النشره كانت ما يعني ما جاهزه وحمدي بدر الدين كانت عنده ظروف خاصه. وبعدين لما حمدي مشى بدون ما يبلغ واحد من الاخوه فكلموا على شمه كمدير للتلفزيون انه والله النشره باقي لها 5 دقائق. فداو كان سيد بك كان المحرر سيد بك يعني انا ما عارف كان من الناس المتميزين والنشره كان يعملها بالبنتيكويشن يعملها بالبنتيكويشن والقلم الاخضر والاحمر تقريبا في المذيع الوقفه هنا البتاع. فذكر على شمه قال لهم ادوني الورق بدايات الاخبار وقام بدا نشر في الاخبار. كان يحكي لنا من المواقف لكن في مواقف كثيره يعني من المواقف اللي انا اتذكرها وكانت عجيبه
عجيبة جدا. اتذكر في عيد من الاعياد كانت دايما بالمناسبة في الحديقة الحديقة الستند دي حسب اللي قاعدين فيها نحن دي كانت بيعملوا فيها الاعياد اعياد وبيعملوا فيها احتفال والتلفزيون بيعمل المسرح بتاعه البلاد كان عنده اسفات تلفزيون وبيجيبوا الناس وبيجي يتفرجوا. وذكر كان بالنهار وذكر خلف الغرفة بتاعة الصوت اللي هي كانت في الركن الجنوب الغربي هنا حسب من المبنى كان في بارتيشن في البرندة كانوا ناصر رشيد مرغني كان مكتب الصوت عاملين لهم كيستور ومبني ببارتيشن عبارة عن خشب أربعة بوصة ومجلد من هنا ومن هنا معناته من جوا فاضي. فيظهر الفراغ الكبير ده جاء بنى فيه النحل خلية كبيرة جدا وكان جمعها بالمناسبة الشجرة بتاعت نخل النخل القاعدة دي شاف شجرة بتاعت نخل والدنيا لامة ويوم العيد والناس لابسين قيافات وحاجة كانت في غاية من الروعة والمسرح شغال. وأنا أتذكر جدا اللي كان قاعد يغني اسمه والدلبادية في غنوة جديدة طالع يسيب سالة من شعرها الذهب أنا ما أنساها عبد أبو أمن حامد أنا ما أنساها واحد من الشوفة يصر ما كان عارف راح شاد النخلة دي وراح ضارب البلاي والدنيا فهيج ليك النحل دي النحل دي لما قام المسرح ده كله قام تاني كانت على الهواء على الهواء الفنانين قاموا جاري والسواري قام جاري ويعني كانت حيلة ما أنا وانا ذكر حلمي الله يطرق الخير عنده بفضل رحمة الله عليه يتوفى حلمي أي والله يا رحمة الله الله وكان لهذا البرنامج السبق في انه يعمل مع حلم ابراهيم حلقات متتاليه ما عرفان والله العظيم مع ان لما جيت مشهد لبيته اول ما اتذكر حلمي كان واقف بالمناسبه نحيي اسره الاستاذ حلمي ابراهيم الله يرحمه اعطى ولم يستبق شيئا أيوة. نعم صحيح. فكان واقف ببر شايل له بفاف وبعدين جاء استاذ جرجس كان بيقدم برامج العلوم دائما كان بيجي هذا جرجس محارب يوم العيد عشان يهني الناس بالعيد والله العظيم نحيي كل اخواننا المسيحيين والله العظيم. وكان التلفزيون يعني يا عبد الله اسماعيل كان بيقدموا فيه اخواننا من المسيحيين واخواننا من جنوب السودان نعم كان يعني خليه بتاعت نحل مش بتاعتكم دي والله صحيح صحيح يعني فيعني اتذكر من الحاجات اللي كانت لذيذه جدا يعني خلاف الهيج اللي بيبرا انا اتذكر في واحد سواري ركب له كيس وخلى الحصان يسك يمشي يزوي راسه النعم ما يدرسه والحصان يطبق برضه قرصه لك النعم والحصان جاري وهو منه ماسك فيه وكذا وبشوف شارع الظرف من هنا لكن الحاجه اللذيذه انه حلم ابراهيم ماسك الباب بتاعه ونزل استاذ جرجس الله يطرد الخير من عربيه فوكس واجن كانت بتاعته وجاي كل عام انتم بخير وقام النحل هجم عليه في خشم الباب فكان بيقول له جرجس ما تهشش فقام جرجس جاه والنحل في هشيلي انت النحل فدي من الحاجات اللذيذه جدا اتذكر من الاشياء الحلوه جدا جدا فلما النحل كتر حلمي راح مدي روحه ثلاثة بخات ودخل مكتبه وغلى جرجس جرجس الله سبحان الله وكنت بتستمتع بالعمل يعني زيادة عن اللزوم والله كنا نحن بنشتغل من أجي الصباح الصباح كل لحد الساعة واحدة ونص اثنين بنطلع بنجي راجعين الساعة ثلاثة ونص لحد الساعة 10 بالليل كل يوم لقيت الليلة صدفة غريبة أنا لقيت الليلة والله عجيبة أنا لقيت الليلة صدفة غريبة لقيت الليلة بعد غياب ليالي طويلة
غريبة جانا زاهر والله عجيبة جانا زاهر ليس قر الباس قد من ماهر صفة غريبة جانا زاهر ليس قر الباس قد من ماهر بحنان عطف شوق صاهر بحنان عطف شوق صاهر والأمل القرب ليوم باكر والأمل القرب ليوم باكر والنور الفجر دربي بشاير بحب وأمان عاطفة نبي الرعشة في ايديه وانا لقيته ولسه الشوق في عينيه حست بالرعشة في ايديه لو شفت الخجل الكسى خديه لو شفت الخجل الكسى خديه والبسمة الحلوة ودلاله فيه والبسمة الحلوة ودلاله فيه بتقولوا عذابي شوية عليه وليالي سؤالي برضو غني غريب